بالنسبة لموضوع الربدة سأكون معك صريحا لأقول لك هناك آراء متنوعة في هذا الموضوع وآراء قديمة لبعض العلماء القدماء جدا في القرون الأولى الهجرية. النظر في مجموع النصوص ومجموع بعض الوقائع التي حدثت أدانا إلى أن ننتهي إلى هذا الرأي الذي عبرت عنه في خطبة جماعية من فوق منبر مسجد ليس هنا أمام إخوة مسيحيين وأخوات مسيحيات، وأنا مستعد ومنتدب نفسي للدفاع عن هذا الرأي أمام أي سلطة علمية إسلامية أيضا حتى يثبت لي العكس. الذي أفهمه من مجموع النصوص الإسلامية خاصة في القرآن ثم بعد ذلك بدرجة ثانوية في السنة النبوية أن للمسلم وللمسلمة أن يمارس التحول من دين إلى دين، من الإسلام إلى النصرانية إلى المسيحية إلى الشيوعية إلى أي دين شاء، وليس عليه تثريب وليس عليه عقاب وليس هناك ما يمكن أن نجرم به هذا الفعل ما دام لم يمارس عنفا مسلحا ضد المجتمع. إذا ارتد ردة فكرية لأسباب نفسية لأسباب فكرية معرفية لا علينا منه. سأتلو عليك بعض الأدلة سريعا لموضوع طويل وخلافي. في المذهب الحنفي وهو مذهب عظيم جدا وعمل به مذهب الرئيس للخلافة العثمانية على مدى 4 قرون على الأقل، في المذهب الحنفي المرأة المرتدة لا تقتل لكن الرجل يقتل، وعلل الأحناف في مراجعهم الموسعة لذلك بقولهم لأن المرأة لا يتصور منها الحرابة، يعني إذا ارتدت لن تتحول بردتها إلى قوة مسلحة عنفية ضد المجتمع والسلطة القائمة. إذن هي ارتدت تبدأ في إطار عقدي في إطار معرفي فلها ذلك. لذلك نقول إذن من باب القياس أيضا ومن باب طرد هذه العلة لو أن رجلا ارتد ومارس حريته الفكرية والملية في إطار شخصي ولم يستحي إلى محارب المجتمع أيترك؟ نعم يترك. يقول أحد الأئمة الكبار فيما نقل عنه العيني في عمدة القاري ولم يثبت أن النبي قتل مرتدا واحدا، بل أنا أزيدكم ثبت في الصحيحين في البخاري ومسلم أن رجلا جاء من البدو إلى رسول الله وأعلن إسلامه بايع على الإسلام ثم بعد مدة اجتوى المدينة، يعني لم يلائمه مناخ المدينة وجوها ووضعها وأراد أن يعود عن الإقامة في المدينة وعن الإسلام، أراد أن يعود في دينه الوثني وأن يترك المجتمع كله ويعود إلى البدو، فقال يا محمد أو يا رسول الله أقل لي بيعتي، وهو إنما بايع كما صرح به في رواية أخرى على الإسلام، أقل لي بيعتي، والنبي أعرض عنه لا يحب له أن يعود إلى الوثنية عبادة الأصنام والأوثان، قال يا محمد أقل لي بيعتي، فلما كرر هذا عن النبي النبي أعرض عنه ثم ولى الرجل وتركه الرسول. إن اكتفى النبي بتعليق قال المدينة كالكير، كجهاز الحداد هذا الذي ينفخ ويذكي به النار، المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها، اكتفى النبي بهذا لم يقل أدركوه اقتلوه قد كفر ارتد أبدا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن نتصور منه تبييت نية الحرابة ومحاربة المجتمع والعنف المسلح وهو يستأذن النبي نفسه بأنه يريد أن يرتد. إذن الرجل يريد أن يرتد بحسن نية، ليس عندي نية في المحاربة ولا نية في الخروج المسلح على المجتمع، وإنما أريد أن أعود إلى دين آبائي. النبي تركه واكتفى بهذا التعليق اللطيف جدا، المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. أدلة كثيرة. عمر بن الخطاب استنكر على أبي موسى الأشعري كما رواه البيهقي وابن حزم في المحلى، استنكر عليه قتله جماعة من المرتدين، قال يا أمير المؤمنين أو غير ذلك احنا سمعنا نقتل يعني، قال نعم كنت أستثيبه وأطعمه لكن لا أقتله. لماذا أقتله؟ بما أنهم ارتدوا ولم يقوموا بأي نشاط عنف مسلح. لذلك الردة التي يقتل صاحبها هي المعبر عنها في الحديث الذي أخرجه أهل السنن عن أم المؤمنين عائشة قالت قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، وذكر ورجل خرج بسيفه محاربا يحارب الله ورسوله، يعني خرج ثائرا بقوة مسلحة على المجتمع المسلم، لم يقل المرتد، فسر المرتد بهذا بالمحارب. سأعطيكم برهان أخير، البرهان كثير جدا بحمد الله لكن برهانا أخيرا. هل تظنون أيها الإخوة والأخوات وخاصة المسلمين بالذات يفهمون هذه الروح أن القرآن الكريم يغفل عقوبة قتل؟ لا يمكن، لا يمكن القرآن أن يغفل تشريعا بعقوبة قتل
وهو يرى أن أعظم الذنب بعد الكفر بالله هو قتل النفس المعصومة. والأصل في النفوس، نفوس المسلمين وغير المسلمين، كما يقول العلماء الأصل في الدماء والنفوس العصمة إلا بيقين الحل. هل القرآن أغفل هذا الحد؟ ولم القرآن ذكر الردة في مواضع كثيرة جدا، وماذا نصب لها من عقوبة؟ عقوبة أخروية. ومن يرتد عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. الآية لم يذكر في موضع واحد أن من يرتد يقتل، لم يقولها مرة واحدة، لكن القرآن ذكر حد المحارب، والمحارب مثل قطاع الطرق، مثل الذين يخرجون بقوة مسلحة كما قلنا لتغيير الأوضاع وفرض أجندة معينة حزبية أو طائفية على المجتمع بالقوة ويفتئتون على السلطة الشرعية في المجتمع. هؤلاء محاربون، هؤلاء الذين يقتلون. فنحن نفهم من الردة ردة المحارب، مش الردة الفكرية والعقدية. لذلك نحن صدقيني أنا ربما أكثر استياء منك، نستاء جدا جدا من هؤلاء ضيقي الآفاق من بعض دعاة الإسلام أو مدعي الدفاع عن الإسلام الذين ينادون بالقتل وبالتجريم وبذبح إنسان من أجل مجرد رأي كتبه ليقل ما يقول. القرآن عرض أراء أكثر من هذا واكتفى فقط بتثنيدها ودحضها، لم يرفع سيفا لتصفية الناس.